يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسان يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره مجموعه حلقات هذا هو الحسين انها محاوله لاعاده قراءه الحسين وفقا لمنهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة العشرون بعد المئتين. يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبي اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطه الاحرار في فناء امامك البراءة الذهبية طلق منهج اصحاب العمائم الابليسيه الكبيره في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك هذا هو الجزء الثاني من عنواننا الحاضنه الحسينيه مر الحديث في الحلقه الماضيه في تعريفها وحدودها اما تعريفها فالحاضنه الحسينيه وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهاله وحيره الضلال مر الحديث في مضمون هذا التعريف وانتقلت الى بيان حدود تلك الحاضنه تحدثت عن الحد الاول وانتقلت بعد ذلك للحديث عن الحد الثاني وكان في اجواء دعاء امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين ساحدثكم في هذه الحلقه عن الحد الثالث من حدود الحاضنه الحسينيه وبعد ذلك انقل كلامي كي احدثكم عن قطان هذه الحاضنه فمن هم القاطنون فيها قطعا بحسب الافتراض فان الحاضنه الحسينيه التي يفترض ان تكون في واقعنا العملي الذي نعايشه لا وجود لها. والذين يفترض ان يكونوا قاطنين في تلك الحاضنة بحسب واقعنا الذي نعايشه ونعاصره لا وجود لهم. لأن الحاضنة الحسينية التي يقال عنها من انها موجوده لا علاقه لها بحسين فاطمه هي ترتبط بحسين مرجعيه النجف الذي لا حقيقه له ولا اصل له على اي حال فهذه الحلقه هي الجزء الثاني من الحاضنة الحسينية والعنوان الذي مر في حلقة أمس وهذه الحلقة تعريف الحاضنة الحسينية وحدودها وقطانها نذهب إلى فاصل الويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الاسلام وعطلوا الصلاه والصيام ونقضوا السنن والاحكام وهدموا قواعد الايمان وحرفوا ايات القران وهمجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل، والتنزيل والتأويل. وظهر بعدك التغيير والتبديل، والإلحاد والتعطيل، والأهواء والأضاليل، والفتن والأباطيل. مثل ما حدثتكم، في الحلقه الماضيه من ان الحاضنه الحسينيه لها حدود وهذه الحدود بمثابه فلاتر لفلتره الداخلين اليها تقدم الحديث في الحد الأول وكذلك في الحد الثاني ووصلت معكم إلى الحد الثالث وانتهى وقت الحلقة الحد الثالث هو حد الثائرين الأحرار حد المطالبين بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه زياره عاشوراء النص العقائدي المعرفي الحسيني زياره عاشوراء ياتي الحديث فيها عن مستوى اول ومستوى ثانٍ يرتبطان بالثأر الحسيني المستوى الأول وهو الأدنى الأقل حين أتحدث عن المستوى الأدنى أو عن المستوى الأقل فيما يرتبط بالثائر نفسه بطالب الثائر نفسه فإنني قطعا لا أتحدث عن الحسين ولا أتحدث عن الثأر الحسيني بما هو هو وإنما أتحدث هنا عن الثائر الحسيني نفسه حيث يقول فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة أن يرزقني طلب ثارك فهذا الثأر ثأرك يا حسين وأنا أتوجه بالدعاء كي اكون ممن يطلب ثارك يا ابا عبد الله هذا مستوى من المستويات تحدثت عنه زياره عاشوراء وهناك مستوى اخر فاساله ان يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وان يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم إلى آخر عبائر الزيارة الشريفة وأن يرزقني طلب ثاري مستوى كان الحديث فيه أن يرزقني طلب ثارك ومستوى آخر يتحول فيه الثأر الحسيني إلى ثأر يرتبط ارتباطا مباشرا بالثائر نفسه وأن يرزقني طلب ثاري الذين يوفقون نظريا على المستوى العقائدي وعمليا على المستوى التنفيذي لاي مرتبه من هذه المراتب ان كان الثائر يكون ثائرا لثار الحسين او كان الثائر يكون ثائرا لثاره فإن ثأر الحسين صار ثأرا لذلك الثائر. النية تختلف من شخص لآخر. واختلاف النيات مرده إلى اختلاف مراتب المعرفة. واختلاف مراتب المعرفة والعقيدة مرده الى اختلاف مراتب العقول فهذه نيه ومعرفه وعقل حينما يريد الثائر ان ياخذ بثار الحسين الذي هو ثار الحسين وهذه نيه اخرى ومستوى اخر من المعرفه ودرجة أخرى من درجات العقول حينما يمتزج الثأر الحسيني بعقلي وقلب ذلك الثائر حتى يعود ثأرا له وأن يرزقني طلب ثاري هذه المجموعة التي تعايش هذه المضامين على مستوى العقل وعلى مستوى القلب هؤلاء هم الذين يصلون الى الحد الثالث من حدود الحاضنة الحسينية ويستطيعون تجاوز ذلك الغربال فهناك غربال عند الحد الاول وهناك غربال عند الحد الثاني وهناك غربال عند الحد الثالث كي يتجاوز الذين نجحوا في عمليه الفلتره كي يصلوا الى مركز الحاضنة الحسينية كي يكونوا من قطانها وهذا هو الذي تحدثت عنه زيارة حسينية اخرى مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق صفحة 213 إنه الباب التاسع والسبعون زيارات الحسين بن علي صلوات الله عليهما الزيارة الأولى الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في زيارة سيد الشهداء وأنك يا حسين وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض الا باوليائك هؤلاء هم الذين تجاوزوا الحد الثالث من حدود الحاضنه الحسينيه ان ادركوا الظهور بشكل مباشر او رجعوا في الرجعه العجيبه زمان العصر القائمي الاول او في الرجعه العظيمه ما بعد العصر القائمي الاول وانك يا حسين ثار الله في الارض من الدم الذي لا يدرك ثاره من الارض الا باوليائك اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم حتى تلحقني بهم بمحمد وال محمد حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا وتابعا في الدنيا والاخره وتجعلني لهم فرطا الفرط والفارط هو الذي يسبق قومه كي يمهد لهم طريقا امنا كي يمهد لهم الوصول الى المكان المناسب لحياتهم انه الرائد الذي يرود الطريق ويرود المكان قبل أن يتحرك قومه وقبل أن تتحرك عشيرته باتجاه ذلك المكان حتى تلحقني بهم بمحمد وآل محمد وتجعلني لهم فرطا وتابعا في الدنيا والآخرة نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن وبعد الفاصل أعود إليكم